بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الاسايمنت اللي فات في ناس حل كده ايه بدا يتكرر، ناس بقت حل قريب من بعضه. في حاجه كده تركه صغيره انا عايز اكد عليها الناس كل مره، يعني خلينا نمسك كده الاسايمنت ده مثلا اللي هو بتاع الجريد ده. ففي حد اهو مثلا كان حد بيشيك على البوينتس، البوينتس فوق 85%، فقال خلاص ده اكسلنت مفيش مشكله. وبعد كده بيشيك على الكيس اللي بعديه، هو اكتر من 75% او يساوي 75%، ده فيري جود. وبرده رجع تاني يشيك ان هو اقل من 85%. الحل ده اتكرر عند ناس كتير، هو ده هيطلع الريزلت مظبوطه، بس ده في كود زياده مكتوب. ايه الكود الزياده اللي مكتوب؟ انا شيكت ان هو 85% فوق ال 85%، ماشي ده هيطلع اكس. لو ما كانش يبقى كده اكيد ده هيبقى اقل من 85%. طب ليه انا احط الكود ده؟ ليه انا اشيك هنا في الكود ان هو اقل من 85%؟ هو مدام ما نجحش في اللي فوق اكيد اللي تحتيه هيبقى اقل من 85%. يعني تعال نقول مثال اهو، الراجل كتب 100%، كتب 105%، كتب اي رقم، الرقم ده اكيد فوق ال 85% فهيبقى اكسلنت. كتب 84%، اكيد هتخش في الكيس اللي تحت، فانا مش محتاج اشيك ان هو اقل من 85%. ما دام دخل على السطر ده يبقى اكيد هو فيل في الكونديشن اللي فوق. 84% ما دخل 84% هيجي يخش على الاف هنا. ال 84 اقل من 85 ولا لا؟ اقل، يبقى اكيد يبقى الجيت جريد ده مش هيخش على السطر ده، هيخش على السطر اللي تحت منه. تعال يعني نمسك سطر كده بسرعه عشان الناس تبقى مركزه معايا بسرعه. انا هنا هدوس انتر، في افترض هنا في حاجه، هدوس انتر. البوينتس اللي انا بسطها للفانكشن دي كانت 100%، البوينتس دي اكتر من او يساوي 85، خلاص يبقى هيخش على السطر اللي تحت منه. دخلت في الاند فانكشن على طول، فهترجع بايه؟ 5، هترجع باكسنت. طب تعالوا نكتب، هكتب هنا لا ديت 84%، اصغر من 85 ولا اكبر؟ اصغر، فالكونديشن ده كده كده مش هيتحقق، ده هيرجع بفولس، هيخش على مين؟ على الكونديشن اللي تحت منه على طول اف 8. الكونديشن اللي تحت منه هيشيك هي اكبر من 75 ولا لا؟ طب هل انا محتاج اشيك تاني انها اصغر من 85؟ مش محتاج، ما دام الكونديشن اللي فوق ما اتحققش يبقى فيل اكيد، او فولس يعني مش فيل، عشان ما اقصدش فيل اللي تحت دي، بقى فولس. يبقى ال 84 اقل كده كده خلاص دخل 85، لا ال 84 اقل من 85، فاقل من 85 خلاص يبقى هيخش هيشيك هل ال 84 اكبر من 75 ولا لا؟ اف 8. معنى تاني انا اقصد اقول يا جماعه انا مش محتاج الكونديشن ده اشيك عليه تاني، ذن واحط كومنت على الجزء ده. الكونديشن ده كده كده اوريدي اتحقق ما دام الكونديشن اللي فوق ما اتحققش. نعمل نفس الكلام كده. تمام؟ ال 84 اقل من 85%، فخلاص اوريدي خلاص هيخش على الكونديشن اللي تحت، مش محتاج احط الاثنين كونديشن مع بعض. حاسس الناس في حاجه مش واضحه، في حاجه ايه؟ التسليحه دي على فكره ايه كويس، الناس كلها عادي يعني. لا بس برضو انا عايز اشوف اكشن كده من الناس، ان الناس ايه الموضوع واضح. ما دي نقطه تانية. خلاص يا جماعه ديت الكونديشن ده انا كده كررته،
انا مدام احنا بنقول الكونديشن لازم تتحط بالترتيب، مدام اللي فوق ما تحققش يبقى انا اكيد اقل من 85%، مدام انا مش اكبر من او يساوي 85 يبقى انا اكيد اصغر من 85%، فيبقى الجزء ده محطوط زياده. ونفس الكلام لل 75، مادام انا مش اكبر من 75% يبقى انا ايه الجزء ده محطوط زياده، مادام انا مش اكبر من 65% يبقى الجزء ده محطوط زياده. الكود ماشي شغال، هيبقى شغال ما فيهوش مشكله، بس انا حطيت كونديشن زياده، انا طولت الكود بتاعي. يبقى احنا لازم بس ايه كل واحد يتخيل الكونسبت بتاع الكود او الستبس بتاعه الكود ماشيه ازاي. انا الاولاني ما اتحققش خلاص، يبقى اللي بعديه هيدخل في اللي بعديه، فانا مش محتاج اشيك عليه تاني. ماشي ماشي. بالنسبه للسطور دي كلها، والله الراجل ما كانش اكسلنت ولا كان فيري جود ولا كان جود ولا كان باص ولا كان باص، اكيد ده فيل، فانا مش محتاج اشيك في الفيل، هو خلاص إلس على طول. يبقى انا في الكيس دي الراجل ده في الإلس لو ما كانش اي حاجه من اللي فوق يبقى إلس ان الراجل ده فيل على طول، مش محتاج اكتب الكونديشن بتاع الفيل. تمام تمام. ده كان بتاع الاسايمنت المره اللي فاتت. هخش في حاجه سريعه بس للناس اللي عملت الفانكشن بتاعه التنشن انجل. المسميات مهمه جدا، يعني في حد كتب السيف ستريس سيف، ده تمام، ما حدش يكتب لي ستريس ان هو بولن الستريس، يعني انا ده يبقى لو انا كده اهو مثلا اهو الفورس اريا دي، الفورس على الاريا دي اللي هي ايه ده الستريس، فورس على الاريا ده الستريس. ما ينفعش حد يسمي لي عشان المسميات تبقى واضحه هيقول لي لا انا هقول ده الستريس وبعد كده اقول ان الستريس ده بيساوي الفاليو دي. ده الستريس ده المفترض فاليو، احنا عارفين مصطلح ما بيننا وبين بعضينا الستريس ده فاليو، فورس على الاريا. ما ينفعش اقول لا انا هحط فيها ان هو سيف ولا انسيف بالنسبه للستريس، عشان وانا بقرا الكود تاني بعد كده ما احسش والله المسميات دي مش مظبوطه. تمام، حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تمام خلاص اوكي. المره اللي فاتت بقى احنا اتكلمنا هنعمل بقى فايل جديد، اتكلمنا كده ايه بسرعه على اللوب. احنا عايزين نتكلم بقى على تطبيق اللوب دي، عايزين نتكلم على تطبيق اللوبس. لو انا هكتب مثلا كده صب سريعه كده هقول فور، احنا هنعمل صب تيست، وعملنا قلنا عايزين نعمل مسج بوكس لاحمد 3 مرات، فهعمل فور الاي تساوي قلنا من 0 ل 2 واقول له من مسج بوكس احمد ونكست كده. مسج بوكس احمد هتكرر 3 مرات، وده عندي الاي ده بنقول عليه او الاي او الجي او ايا كان اسم المتغير اللي انت هتحطه، ده اسمه الايتريتور عشان اعرف انا في انهي ستيب جوه اللوب. وانا اديته الليميتس بتاعته من 0 ل 2، ممكن حد تاني يقول لي لا انا عايز من 1 ل 3، بس انا بحب دايما نبدا من 0 عشان الاريز لما نخش بعد كده في الاري، الاري عباره عن 0 بيست. فالكود ده خلينا نمشي سطر واحد سطر سطر. الناس وهي بتطبق كود عايز الناس تشيك على الكود، تمشي سطر سطر تشوف الكود بيتنفذ ازاي، ده اللي احنا عشان بعد كده لو في اي مشكله وعايز يعرف السطر اللي فيه مشكله يبقى كده بيعمل الكود ده ديباج. لو في مشكله اسمها باج، لو انت بتحل المشكله اسمها العمليه دي اسمها ديباجنج. انا همشي اشوف الكود ده هيتنفذ سطر سطر ازاي. والله اول حاجه الصب تيست ماشي مفيش مشكله، بعد كده هيبتدي الفور الاي ده الايتريتور بتاعي، الليمت بتاعه من فين لفين من 0 ل 2. تعال نشوف الاي كده واتش، الاي ابتدت بامتي مفيش مشكله. اول ما عدى السطر ده هيحط اول فاليو في الاي، الاي بكام؟ بزيرو. هيعمل مسج بوكس لمين؟ لاحمد تاني اف 8 عمل احمد
كده هيخش على النكست. النكست بتعمل ايه؟ بتاخد الاتريتور وتضيف عليه الستيب. الستيب بتاعتنا بواحد. الستيب بتاعت الاتريتور بتاعتنا بواحد. اف 8 هتلاقي بص اول ما عدى على سطر النكست ده ايه اللي هيحصل؟ الاي بقت بكام؟ الاي بقت بواحد. الاي كانت الديفولت في الاول بصفر وبعد ما عدى على سطر النكست الاي بقت بواحد. طب هل الواحد الاي بتاعتنا بواحد جوه الرينج من صفر لاتنين؟ جوه الرينج من صفر لاتنين، يبقى هيطبق فيها العملية، هيخش يبقى مسج بوكس احمد تاني. نكست، نكست هتعمل ايه؟ هتضيف على الاي واحد. الاي بقت بكام؟ باتنين. الاتنين جوه الرينج من زيرو لاتنين؟ جوه الرينج، فهيعمل مسج بوكس لاحمد. النكست هتعمل ايه؟ هتضيف على الاي واحد، هتضيف عليه ستيب. الستيب دي يبقى الاي هتبقى بكام؟ بتلاتة. التلاتة بره اللوب بتاعتنا، اللوب بتاعتنا الرينج بتاعها من صفر لتلاتة، بالتلاتة دي بره اللوب بتاعتنا، فخلاص يبقى هيطلع بره اللوب خالص، هيخش على الاند سب كده. ايه مانيفست؟ ما عملش مسج بوكس، مسج بوكس تاني لاحمد. ممكن استغل الاي جوه السب، ممكن استغل الاتريتور ده، عايز انا اعمل احمد ورقم. قلت يبقى ممكن اعمل كده زائد اي، والاي ده عشان رقم وده سترينج، فهعمل ده ايه؟ سترينج سي اس تي ار، كونفرت سترينج للاي. تعال نبص الكود بتاعنا ده هيتنفذ بقى، انا عايزه يتنفذ على طول. انا بره لازم اخش جوه الصب واقول له رن، عمل احمد 0 1 2 وهكذا. انا مش عايز 0 تظهر، انا عايز بدايه من 1. اقول له خلاص كونفرت السترينج لايه؟ لاي زائد 1، وحط لي مسافه. ممكن اعمل مسافه كده ما بين احمد والرقم عشان يبقى كلامه واضح. اهو عمل مسافه بين احمد والواحد، يبقى احمد 1 احمد 2 احمد 3. تمام. او ممكن حد تاني يقول لا انا ما كنتش عايز المسافه دي كده، اهو انا عايز ده، احط المسافه بقى ورا احمد على طول، وخلاص الكود هيطلع نفس النتيجه. ده اللوب، انا كررت حاجه بعدد خطوات معينه، انا عايز اللوب دي تتكرر مرتين او ثلاث مرات في الكيس بتاعتنا هنا. وانا قلت له انا الكيس اللي هتكرر انا عايز يعمل مسج بوكس لاحمد. هل انا بستخدمها كده؟ لا، ده المثال ده توضيح. احنا يعني اي حد ممكن بيشرح اللوب بيقول لك هو ده البلوك بتاع اللوب وخلص. احنا عايزين نتكلم على الاستخدامات بتاعت اللوب. هدي مثال مثلا تاني لاستخدامات اللوب دي. هعمل صب تيست 2. انا عايز الناس بس تركز لان الكلام ده هيبقى مهم، وهخش في كيسز جوه ممكن تبقى الدنيا معقده شويه، بس لا لو احنا مركزين واحده واحده هتلاقي الدنيا مظبوطه. انا عندي كيس، عندي هنا في الكيس بتاعتي انا هستخدم، هحط حبه ارقام. بس دي مجموعه من الارقام، عايز اجيب سميشن الارقام دي. هعمل ايه عشان اجيب سميشن الارقام دي؟ السميشن هعمل اهو، هعمل متغير، هقول انا عندي الكيس بتاعتي اهو، هعمل متغير هو اللي هيشيل السميشن بتاع الارقام. يبقى المتغير الصم ده هشيل جواه السميشن بتاع مجموعه الارقام دي. طيب الصم ده هقول الصم ده عباره عن ايه؟ مفترض لو انا عايز فاليو بتاعت سيل، فاكرين احنا كنا بنجيب الفاليو بتاعت سيل ازاي؟ بحط العنوان بتاع السل كامل، شيت واحد، ادي اهو شيت واحد دوت سيلز كام؟ سيلز الرو الاولاني هيبقى واحد كوما الكولوم رقم واحد. وممكن اروح قايل كده تاني دوت فاليو، ده نقطة كلام مهم، دوت فاليو. انا عايز الفاليو بتاعت شيت واحد. يبقى انا كده عبيت المتغير اللي اسمه صم بالفاليو بتاعت سيلز واحد وواحد. بعد كده هقول له انا عايز الصم ده بيساوي نفسه زائد، هياخد شيت، هنزل سيل كمان
واقول له انا عايز انا عايز الصف الكام الصف التاني. يبقى كده هيعمل ايه؟ هياخد لو احنا هنقول له اهو مسج بوكس للصم اول مره هيعرف متغير اسمه صم، وبعد كده هيحط في الصم الفاليو بتاعه السيل الواحد واحد، وبعد كده قلت له ضيف لي على السيل واحد واحد الفاليو بتاعه سيل واحد واثنين، فيجي يعمل مسج بوكس. تعال نمشي الكود ده سطر سطر اهو في 8 عمل صم. ده المتغير الديفولت فاليو بتاعت اي متغير دبل هتبقى ايه؟ بزيرو. اهو ادي الصم اهي، حتى نعمل اد واتش عشان كديباجنج ونشوف الكود بتاعنا ماشي ازاي. الصم بقى بزيرو. بعد كده هعمل اساين للصم دي بالفاليو بتاعت شيت واحد سيلز واحد واحد دوت فاليو، اللي هي هتطلع بكام؟ بواحد. يبقى انا كده عملت في 8 الصم بقت بواحد. بعد كده قلت له يا صم انت بتاخد الفاليو بتاعتك وتضيف عليها مين؟ السل اللي بعديها اللي هي هتبقى باتنين، فالصم هتبقى بكام؟ بتلاتة. بعد كده مسج بوكس للصم كنترول اف 10 معلش البروجيكتور فصل ماشي تمام. فانا كده جبت السميشن بتاع اول رقمين. طب احنا قلنا الديفولت فاليو بزيرو صح؟ يعني كان ممكن احط الصم كده زائد زائد سل ايه؟ السل الاولانيه خالص. طب انا عايز بقى سل 3 اضيف، هعمل نفس الكلام. انت بتسجل كده؟ انا كده بسجل. مروان كده سل 3 تمام. اعمل مسج بوكس للصم اهي جاب لي 1 و2 و5. طيب انا ممكن يعني الكتابه دي كتابه سيئه جدا، فانا استخدم مين؟ استخدم لوب. تعال اهو هعمل فور الاي بتساوي من صفر لمين؟ خلينا نقول من واحد، المره دي نجرب واحد تو كام؟ خمسه تمام. واعمل الصم هنا و النكست كود ده انا مش عايزه. حد يقول لي الكود ده بقى ناقص ايه اظبط فيها ايه عشان اشتغل؟ واحد هو مش عايزك انت تتكلم، عايز حد تاني. اي واحد ايه؟ ايوه ايه اي واحد سيلز اي واحد تمام. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ فاهم حاجه؟ طب كده هو المسج بوكس بعد هو بعد ما يخلص البلوك بتاع الفور ده هيطلع لك مسج بوكس للصم في الاخر. وانا عايز هسمي، خلي بالك انا عايز اسمي دي كمان، اسمي الصب دي اسمها شو صم. تمام تمام. ايه المسج بوكس؟ هنغيره. لا بس مش انا متعرف ده اهو، ادي صم اهو انا معرف الصم. تعال نمشي الكود ده سطر سطر اف 8 عشان نبقى فاهمين الكود ده ماشي ازاي. انا عرفت ايه الصم؟ الصم خدت ايه الديفولت فاليو بكام؟ بصفر. الاي بكام دلوقتي؟ انا لسه ما دخلتش جوه الاي. الاي بكام؟ لسه ما تمتش. اول ما اعمل اساين للاي الاي هتبدا بكام؟ بواحد. فاحنا عارفين نعرف عايزين اد واتش للاي. الاي كانت مره اللي فاتت طالعه في المره فاتت في من شويه كانت طالعه اوت اوف كونتكست. ليه؟ عشان كان عامل الاي لتست 2. احنا عايزين الاي بتاعت شو صم. الاي بتاعت شو صم دلوقتي بكام؟ الاي بكام؟ بواحد. قلت له الصم بيساوي الصم يعني صفر بيساوي صفر زائد سيلز في الاي وواحد. الاي الاولانيه كانت بكام؟ بواحد. يبقى انا كده ناديت على اول سيل دوت فاليو، عملت اساين للصم بكام؟ بواحد. خدت انهي فاليو؟ خدت الفاليو الاولانيه دي. نيكست. النيكست هتخلي الاي بكام؟ هتجمع على الاي الستيب
الستيب الديفولت بتاع فاليو بتاع حب واحد. ممكن احنا بعد كده نغير الستيب، هقول لكم نغير الستيب ازاي، بس الستيب بواحد كده. لما بقول له نيكست هياخد الاتريتور ويجمع عليه واحد. الاتريتور عندي ابتدى بواحد، لما هجمع عليه واحد يبقى الاتريتور بكام؟ الاي بكام؟ الاي بقت باتنين اهي، وهيقول ان الصم بتساوي الصم اللي احنا الفاليو اللي احنا عملناها اللي فاتت كانت بواحد، جمعت عليها السله الثانيه اللي هي باتنين. لان الشيت هنا انا بكلم مين؟ بكلم سيلز 2 و1، ما بكلمش 1 و1، وجمعت عليها الصم اللي موجوده معايا. فخلاص يبقى الصم بقت بكام دلوقتي؟ ب3. لما اعمل نيكست الاي هتبقى ب3 والصم عندي ب3 والاي ب3 اهي. سيلز 3 و1 بكام؟ ب5. فهيجمع على التلاتة رقم 5. نيكست الاي هتبقى باربعة. سيلز اربعة وواحد اللي هي بكام؟ 78. هيجمع على التمانية اللي موجودة عندي 78. الاي كده بقت بكام؟ باربعة. هيجمع على الستة وتمانين اللي موجودة معايا، هيجمع عليها سيلز كام؟ اربعة وواحد. أربعة واحد سيلز أربعة واحد اللي هي بكام؟ 78. تمام؟ فهيجمع 86 على 78 وهكذا. على 3 5 لا. إيه؟ ما هو خلص أي دلوقتي أهو، لما أجي أعمل نيكست الأي هتبقى بكام؟ بخمسة. إيه في مشكلة؟ تمام. هيجمع عادي، هيدوس نيكست الاي هتبقى بكام؟ بست. السته بره الرينج ده، هيخش على مين؟ الاي بقت بسته بره الرينج، مش هيطبق الكود بتاعها، هيعمل مسج بوكس للصميشن 641. تمام. انا كل مره لازم اخش على الكود وادوس على الزرار ده. هنعمل حاجه جديده النهارده في الانترفيس، هنعمل زرار صغير في الاكسل كده، ده حاجه في الانترفيس. احنا المفترض كلنا اشتغلنا بكود الت في 11. عايز افتح خانه الديفلوبر، عشان افتح خانه الديفلوبر التاب بتاع الديفلوبر جوه الاكسل اعمل ايه؟ اخش هنا في الاوبشن كاستمايز ريبو، اقول له لو سمحت افتح لي الديفلوبر. فتحت هيفتح لي التابايه بتاعه الديفلوبر. عشان نستفيد منها ايه؟ انا عايز اعمل انسرت لتول او كنترول عندي، هعمل انسرت. خلينا دايما شغالين في الفورم كنترولز. هعمل انسرت لبوتن، اول واحد ده اللي هو ايه؟ البوتن، شايفينه؟ ده البوتن. هعمل انسرت للبوتن، والبوتن ده خلاص بقى اسمه بوتن واحد. هاساين له، هدي له الكود ايه اللي هيشغله؟ هقول له شغل لي الكود شو صم ده، هيجيب لك كل الصبات اللي موجودة عندك ويقول لك انت هتقصين للزرار ده انهي صب موجودة عندك. فانا قلت له قصين شو صم ده كده. كل ما تيجي تدوس على البطن واحد هينفذ لك الصب بتاعة شو صم اللي احنا قلنا له عليه. الصب دي في 11 اهي. يبقى انا ربطت الزرار ده دايما بالشو صم. عايز اغير انا الكود ده اهو، ماشي. ممكن اعمل كليك يمين اهو واصاين ماكرو، اقول له لو سمحت اربطه بتست. هاجي ارن انا كده، عمل ايه؟ الصب الاولانيه، نادى على الصب الاولانيه اللي هي التست اللي احنا كنا عاملينها، ماشي. انا هغير تاني، خلينا في الفورمز دلوقتي، وبعد كده هنتكلم على الاكتيف اكس كلها، ماشي. انا هعمل اساين ماكرو، خلينا ايه، لا انا عايز الاساين للشو صم عشان اعدل انا في البوتن ده ويبقى الدنيا متاحه. انا عملت كليك يمين دلوقتي عشان اعمل له ايه اساين، بس انا عايز اغير في التكست اللي مكتوب عليه ده. اعمل ايه؟ بص، شغل الديزاين مود. احنا قلنا في الديفلوبر تاب دي عندي انسرت، بعمل انسرت للكنترول.
عايز اشتغل في الديزاين مود. في الديزاين مود خلاص بقى اهو هاجي اقف هنا انا واقف في الديزاين مود. انا عايز اعمل ايه؟ هعمله رينيم. هقف كده على التكست بتاعه ده. وين الماوس تعبان. هقول له شو هسميه. انا هسمي ده اسم ملوش علاقه باسم الصب. شو مثلا هقول له شو مي او شو صم. ده اسم انا حاطه. انا يعني اي كابشن انا حاطه للزرار. خلاص انا عرفت ان الزرار ده اول ما اجي ادوس عليه هيعمل ايه؟ شو للصم. شو للصم دي هيجيب الصم بتاع مين؟ سيلز زي ما انا قايل له سيلز اوف اي. والاي دي بتتغير منين؟ من 1 ل 5. عايز انا اغير انا الرينج بتاع الصم ده. عايز اغير مثلا دي 5 دي انا عايز اغيرها مثلا. اقول له اشتغل على الصم بتاع السيل دي. خلينا اديله هنا رقم 3. يبقى انا الصم بتاعي عايزه دايما هيشتغل للرينج ده. يبقى بدل ما هقول له 5 هنا اقول له ايه؟ اشتغل على مين؟ شيت 1 دوت سيلز مين؟ دي سيلز الصف الاولاني والعمود الثالث. في طريقه تانية. في طريقه تانية بس احنا خلينا ايه شغالين بالطريقه اللي احنا نعتمد الطريقه نمشي بيها. وبعد كده اقول لك عايز تقولي انت عايزه تنادي على سي 1 صح. في طريقه تانية لو الناس اللي عايزه تشتغل بالطريقه التانية هنقول لها على الطريقه التانية. بس خلينا نقول دي الطريقه اللي احنا ايه معتمدينها دلوقتي عشان الطريقه دي اللي بتمشي معايا في اللوبس احسن. تمام. انا كده بقول له اهو نيجي نرن الكود ده. اشتغل على مين؟ شيت 1 سيلز 1 و3 الفاليو بتاعتها بكام؟ الفاليو بتاعتها ب3. يبقى انا كده كأنه بيقول له فور الاي بتساوي من 1 لمين؟ من 1 ل 3. تمام اهو نيجي نرن الكود ده هيجيب لي 1 و2 و5. تعال نغير كده اهو. انا هحط رقم زياده هنا عشان يبقى واضح ان ده داخل في الصمنيشن. انا عايز المجموع بتاعي لغايه 6. تقول له شو صم هيجيب لك ايه؟ مجموع الارقام دي. تمام. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تمام. يبقى انا كده ايه غيرت النهايه بتاعه الصم بناء على اليوزر انبوت اللي انا ربطته في السيل دي اللي كانت بتتكلم عليه ناس. عشان تبقى برضو لو الناس عايزه تعرف ازاي انادي على شيت ممكن اقول له بص بدل ما اقول له سيلز 1 و3 ممكن اقول له بشكل تاني. هقول له انا عملت كومنت على الجزء ده. هقول له شيت 1 دوت رينج. بس طبعا هبعت له بقى الرينج كسترينج ما دام انا ايه بتكلم على سيل. اهو اتكلم على سي 1 دوت فاليو. دي طريقه تانية انادي بيها على ايه؟ على السيل. يبقى انا كده ناديت له على سيل رينج سي 1. يجي ترن الكود هيشتغل. ليه انا ما بحبش الطريقه دي؟ انا هنا في الكيس دي اقدر بدل ما بصيله الواحد والثلاثه بصيله الاي وثلاثه الاي وخمسه او اقدر ابصيله متغيرات. اما هنا لما تيجي تقول له سي انت كده بتبعت له كومباينيشن ما بين الارقام في سترينج واحد. رقم الكل نفسه انا شغال في كولوم سي كيو او ام كيو الارقام اللي هي كولوم البعيده دي. يعني انا كده شغال في كولوم في الاول. ماشي. تعرف رقم الكولوم مثلا اللي هو ايه ام كيو او اي ام حاجات الاوائل خالص عارف ان انا اقف على الخانه. انت عايز توقف على الخانه ماشي. بص في فورمولا كده جوه الاكسل اهي تقدر تقول له يساوي الكولوم. دي فورمولا جوه الاكسل. انا كده في كولوم كام؟ كولوم 14. او ممكن تقول له في الفورمولا دي تبصيله سيل كولوم اهي. انا شوف انا هنا فوق ما كنتش باعت له الريفرنس بتاعي. انا هنا هبعت له الريفرنس كولوم. انا بقول له هات لي الكولوم بتاع السيل دي كده هيبعت لك الكولوم بتاع السيل دي. دي انا ممكن اطبقها في الجي بي اي نفسه. يعني انا اديله مثلا كولوم اي 1 او سيل اي 1 واعرف انه رسم الكولوم بتاعه.
عايز عايز انت نفس الايكويشن دي جوه الفي بي اي. هنتكلم على السترنجات بعد كده، هنتكلم بعد كده على السترنجات، انك انت تعرف السترنج كده رقمه كام. ماشي، ده هنتكلم في الفانكشنز بتاعت السترنجات بعد كده، تمام؟ فدي طريقه ودي طريقه. انا دايما احبذ الطريقه الثانيه عشان انت هنا لو انت كتبت له اي واحد، لو انت هنا لو جينا هنا في الكيس دي هعمل كومنت اهو واقول له شيت واحد دوت رينج اي واحد، تمام؟ فانت ايه، طبعا انا عايز اخلي اي اتنين اي تلاتة، مش هينفع اجمع عليهم هنا عشان ده سترينج. ليها طريقة بس يعني مش عايزين نلف. خلينا نقول للناس انسوا انسوا، بصوا عايزين كده زي بتاعت من بلاك، نقول له لو سمحتوا انسوا اللي فات ده كله، خلينا شغالين كده بالشكل ده، شغالين على سيل رو والكول. الرو ببعت له الرقم الرو وببعت له رقم الكول، وانسوا الكلام ده كله خالص اهو. انا ببعت له الرو والكول، دي الطريقة اللي انا بنادي بيها على سيل. ادي السيل، سيل كام؟ 1 و3، يعني الرول الاولاني الكولوم رقم 3. عايز ايه بقى من السيل دي؟ عايز كولر، عايز فاليو، عايز ايه بالظبط منها؟ انا عايز الفاليو بتاعها. الفاليو كانت بتاعت سيل 1 و3، انا عايز الفاليو بتاعتها ايه. ده الاند بتاع اللوب بتاعي. يبقى انا عملت فور الاي بتساوي من 1 تو كام؟ تو الفاليو بتاعت السيل دي. الفاليو بتاعتها كان كام؟ 6. انا كده خليت الفاليو بتاعتها متغيره. قلت له لو سمحت احسب لي الصم. الصم انا حسبته ازاي؟ انا بقيت عامل كده، عامل سله كده عندي اللي هي اسمها الصم، عملت متغير اسمه صم. ده بقى السله بتاعتي، كل شويه اضيف عليه سل، كل شويه اضيف في السله في الباسكت اللي معايا دي اضيف السل. ضفت السل الاولانيه وبعد كده رحت ضايف السل الثانيه وضايف السل الثالثه والرابعه وهكذا. في حد عنده مشكله في الصم دي؟ في حد عنده مشكله؟ حد فاهم حاجه ولا انا؟ تمام. السلات دي طب انهي رينج؟ يعني انت دلوقتي قلت لي معاك لحد 6 لغايه 6. طب انا مثلا عايز اجمع بقى لغايه اخر الكلام ده، لغايه انت عايز مفتوحه يعني. تعال نمشي يا عم اهو، هنمشي مفتوح، هنعمل كونديشن. تعالوا نمشي كونديشن. يعني كنت عايز امشي ده بس ايه، دي حاجه توضيح. انا عايز امشي لغايه لغايه ما الاقي خانه فاضيه، اقول كده يبقى الرينج ده خلص. ماشي، همشي لغايه ما الاقي خانه فاضيه. اوكي ماشي، هي ليها حاجه بود بس هندخل الناس كده داخله، مش عايز ادخلهم في كيس كده. يعني خلينا احنا دلوقتي ماشيين في الفور لوب، احنا ماشيين دلوقتي ده فور لوب، انا بدي له بدايه في كذا لوب عندنا، في الفور لوب، في الفور لوب وفي الدو وايل وفي الدو انتل الدو انتل، تمام؟ احنا ماشيين في الفور لوب، انت لازم تبقى عارف البدايه بتاعتك والنهايه بتاعتك ايه. الكيسز الثانيه انا هخلي الناس تدور عليها بعدين، بس انا لازم ابقى عارف البدايه والنهايه. انا قلت له خد البدايه من اول واحد والنهايه بتاعتي لغايه الفاليو بتاعت سله معينه. بعد كده هقول للناس اربط الكونديشن اللي احنا خدناه المره اللي فاتت باللوب بتاعتك. مش عايز اخش انا ايه، مش عايز اقعد يعني، خلي الناس تمشي في الحاجات الصغيره دي. ممكن استخدم اكسل. خليه بس ايه في الاكزامبلز اللي مربوطه معانا. ممكن تخلي السي دي مفتوح. ايه ممكن تخلي اللي هو سي 1 دي مفتوح، تعمل له ايكويشن. ممكن اعمل له ايكويشن بس انا مش عايز اعقد، خلي الدنيا ماشيه بسيطه كده. انا عندي لوب، اللوب عارف البدايه بتاعتها والنهايه بتاعتها. البدايه بتاعتها منين؟ من اول واحد، والنهايه بتاعتها ربطتها انا بسل، او ممكن تحط رقم معين زي ما انت عايز. يبقى انا عملت لوب مره من 1 لـ5 وقلت له خلي الخمسه دي يبقى رقم متغير وياخده من سل. كل مره يعمل ايه؟ يضيف على الصم رقم السل. ادي الصم اللي موجود عندي اهو، وقلت له ضيف عليه الرقم اللي موجود في السل دي.
ماشي ماشي. دي طريقة. طب اللوب دي احنا كده عملنا لوب في اتجاه واحد. في حاجة اسمها ممكن نعمل نستد لوب. ممكن نعمل نستد لوب. اللوب يبقى فيه لوب جوه لوب. لوب جوه لوب. ممكن استخدمها في ايه؟ هشتغل انا على شيت 2 اهو. انا مثلا هحط حبة ارقام هنا جنب بعضي. انا عايز اعمل لوب على عدد السطور دولت، عدد السطور اللي موجود عندي والاعمده كمان، والاعمده كمان. وهعمل هنا هعمل زرار تاني اللي نعمل صب هنكتبها، ناخد كوبي من الصب الصب الاولانيه نسميها شو صم 2. عملت 4i من 1 ل 3 يبقى 4i من كام؟ من 1 ل 3. عايز الصميشن هجمع على الصم، هقول الصم بيساوي الصم زائد شيت 2 i و 1. يبقى كده هيجمع مين؟ لو انا عملت نفس الكود ده كده هيجمع ال A 1 وال A 2 وال A 3 في شيت مين؟ ده شيت 2 اهو. يبقى ده مجموع الارقام دي. لا انا عايز اخد كمان الكولومز مش الروهات بس. انا كده شغال على اول كولوم بس. يبقى انا هعمل لوب جواه. اقول فور الجي ده اتريتور تاني للوب تانية جوه بتساوي من 2 من 1 تو 2 واجي هنا واقول له نيكست نيكست. اللوب اللي جوه دي بنقول عليها نستد لوب. دي لوب جوه لوب. وهخلي بدل ما هشتغل على الاي سيلز اي بس، لا هقول له اي وجي تمام. اللي هي جي كابيتال اهو، خلي جي كابيتال عشان يبقى ماشي ماشي. انا كده عملت ايه؟ اتنين لوب جوه بعض. فور الاي بتساوي من 1 ل 3. وبعد كده عملت لوب جوه كل رو من 1 ل 2. يبقى انا كده لو انا همشي الكود ده سطر سطر، اول حاجه انا هعرف اهو، انا عرفت الاي، عرفت صم، الصم دي بقت بصفر الديفولت فاليو بتاعها، وقلت له لو سمحت نشيل السطور من 1 ل 3 وجوه كل سطر اعمل لي لوب على كل الاعمده من 1 ل 2. وبعد كده قلت له الصم بتاعي بيساوي الشيت سيلز وفي الاي والجي. اول مره الاي بواحد والجي بواحد. يبقى كده عندي الاي بواحد. ونيجي نعمل اد واتش اهو، اد واتش ادي الاي اهي، الغي كل الواتشات اللي كانت قديمه قبل كده. ادي الايه؟ ادي الاي بتاعت مين؟ بتاعت شو صم 2. عشان بس تخلي بالك لو في متغيرات وانت بشغل كذا صب، لا اعرف المتغير ده الاي ده بتاع مين؟ بتاع شو صم 2. الفاليو بتاع الفاليو بتاعته بكام دلوقتي؟ بواحد، عشان انا قايل له فور الاي بتساوي من 1 ل 3، وانا عند اول ستيب دلوقتي، عند اول اي الاي بكام؟ بواحد. والجي بكام؟ اد واتش، فين اد واتش؟ اد واتش الجي بكام دلوقتي؟ بواحد. انا يبقى انا كده قلت له انا عايز شيت سيلز اي وجي، يبقى واحد وواحد اف 8. اف 8 هتدخلني على مين؟ على النكست. النكست دي بتاعت اني فور؟ بتاعت الفور جي. هيعمل ايه؟ هيضيف على الجي واحد.
هيضيف على الجي ستيب الستيب بتاعته بواحد، يبقى الجي هتبقى بكام؟ الجي بقت باتنين، الاتنين ما بين الواحد والاتنين اللي هو بتاعت احنا جوه الرينج بتاع الجي، الاتنين بين الواحد والاتنين خلاص، يبقى هيضيف عليها مين؟ هيضيف على الصم شيت واحد اي، الاي بكام؟ بواحد، و شيت اتنين سوري، الاي سيلز اي بواحد والجي باتنين، هيروح ضايف على الواحد الاتنين اللي جنبيها دي، تبقى اف 8. هتلاقي الصم بقت بكام؟ بتلاتة، وهيضيف نيكست على الجي، الجي هتبقى بكام؟ تلاتة، تلاتة بره الرينج اللي هو ما بين واحد واتنين. الناس معايا؟ انا جوه البلوك دلوقتي بتاع الفور جي، وبضيف على الجي الاي بواحد من الاول، وانا جوه البلوك بتاع الفور جي وضفت على الجي واحد، بقت الجي بكام؟ بقت الجي بتلاتة، في 8 اهو هضيف اهو، بقت الجي بتلاتة، الجي التلاتة بره الرينج من واحد لاتنين، يبقى هيطلع بره اللوب دي، وهيخش على مين بعد كده؟ على النكست بتاعت مين؟ بتاعت الاي، الاي هتبقى بكام؟ الاي هتبقى باتنين، يبقى هيطلع يكمل بقى جوه الار، هيخلي الجي بكام؟ هيخش على الجي كانها بلوك تاني من اول وجديد، هيخلي الجي بواحد، الجي بقى رجع التاني بواحد، ويبدا ينفذ في اللوب بتاعت الجي، يبقى انا الصم كده اهو، هيقول له يبقى الاي انا عايز الاي 2 و1، 2 و1 خد الفاليو بتاعته، وهكذا وهكذا. يبقى انت لو انا عايز اوري الناس فيرتشوال كده الكود ماشي ازاي، اول مره عندي الصم اعرفه بواحد، الصم بصفر، وبعد كده خلى الاي بواحد والجي بواحد، خد الفاليو بتاعت السيل دي جوه الصم، وبعد كده راح مغير في الجي خلاها باتنين، راح خد الكولوم التاني، وبعد كده راح مزود الجي هيخليها بثلاثه، قال لك لا دي الثلاثه بره الرينج، يروح داخل على مين؟ يكمل على النكست بتاعت مين؟ النكست بتاعت الاي، هيضيف 55 على الواحد والاتنين، وبعد كده هيخش هيخلي الجي باتنين، يبقى انا خليت الجي باتنين والاي عندي انا في الستيب بتاعت الاي باتنين، وبعد كده هيضيف على الجي واحد هتبقى بثلاثه بره الرينج، هيروح داخل على الاي اللي بعديه، وبعد كده الجي اللي بعديه. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا كده عملت نستد لوب اتنين متغيرين جوه. في حاجه بقى الناس بتيجي تبص على الكود ده، والله ده في نكست هنا وفي نكست هنا، وبيقول لك يا عم الكود الفي بي سامح لك انك انت تكتب عشان ما تتلخبطش في النكستات اللي موجوده دي، ده نكست بتاع مين؟ نكست جي، وده نكست بتاع مين؟ اي. بس عشان وانت بتقرا الكود كده تبقى انت عارف ايه. انا ما جربتش اكتب نيكست اي ونيكست جي عشان ما حدش يسال السؤال ده، بس هو المنطق يعني المفترض يطلع غلط، ممكن نجرب يعني، ممكن نجرب ايه اللي هيحصل، بس هو انت المفترض فتحت بلوك تقفله، وبعد كده ده قفله البلوك الكبير، تمام؟ عايزين تجربوا نيكست اي ونيكست، مش عايز انا مش عايز اجربه عشان ما لخبطش حد، انا مش عايز، خلينا ايه يبقى كود كده ايه الدنيا واضحه ازاي. كده انا عملت لوب ونستد لوب جواه وعارف اللوب دي. طب يا جماعه هنا لو انا عايز اقول له لو سمحت عايز احط عدد صفوف وعدد اعمده، نمبر اوف روز اهو، هكتب هنا ده النم اوف روز، وادي النم اوف كولومز، عايز اقول له خد صف صفين بعمود واحد، يبقى انا هعمل هنا ايه؟ غلط معلش، هنا الاي دي بدل ما اخليها من واحد لثلاثه اخليها ايه؟ شيت اتنين، شيت اتنين هذا هو، كمل معايا سيلز كام؟
واحد مش الرول الاولاني الرول هي الجي ايه انت دلوقتي الاي هتبقى من واحد لكام؟ ممكن ممكن احنا قلنا الطريقه الثانيه اهو ماشي خلاص اهو في الكيس دي هقول له دوت رينج شيت 2 دوت رينج رينج كام تبعت له الرينج كسترينج رينج كام اي 1 دوت فاليو دوت فاليو سيرش فاليو دي عشان انت عايز الفاليو بتاعت الرينج اي 1 مين محمد مصطفى الجي دي هخليها كام من يبقى شيت 2 دوت رينج واديله الرينج ده كسترينج اي 2 دوت فاليو دوت فاليو يبقى الكود بتاعنا اهو يبقى انا عملت لوب انا ناديت على السل ممكن انادي على السلات بالرينج بتاعها او بوصلها الاي والجي ك عدد الاندكس بتاع الرو والاندكس بتاع الكول خلاص اهو يبقى انا كده ايه هتيجي ترن الكود ده هيجيب لي السميشن بتاع كام هيجيب لي المفترض مسج بوكس كام يا ناس اتنين وواحد يعني انا قلت له انا عايز السميشن بتاع صفين وعمودين اللي هو لا هياخد لي مين؟ واحد وخمسة وخمسين ليه؟ انا قلت له انا عايز السميشن لغاية الاي والجي اخر اي واخر جي عندي بكام؟ عدد الروهات انا قلت له عايز عدد الروهات عدد السميشن اللي يجيبهم كام؟ اتنين وواحد يعني صفين وعمود واحد يبقى هيجيب لي سميشن بتاع المجموعة دي 56 بين او شو صمت 56 لو انا قلت له كده 2 و 2 يبقى انا قلت له عايز عدد صفوف 2 وعدد اعمده 2 يبقى هيجيب لي سميشن الرينج ده اللي هو يبقى كام 74 مفترض لما اجي اعمل مسج بوكس كده اجي ارن الكود اقف على الصب واروح دايس رن هيجيب لي كام ال 74 قلنا عشان اعمل زرار يشغل الدنيا دي كلها اعمل ايه هخش على الخانه بتاع التاب بتاعه الديفلوبر وهعمل انسرت واختار بوتون اهو وانا بعمل انسرت بوتون بيقول لي انت البوتون ده هتخليه يرن انهي صب فانا اقول له خليه يرن صب 2 شو صم 2 هعمل له رينيم اهو هسميها ده مثلا ده نستد او خلينا بلاش نستد لوب اسميها شو سم تو اي اسم رميت كده خلاص عايز اعدد ازود عدد الرينج اهو ماشي هقول هنا عندي رقم سالب 100 وسالب 500 يبقى انا هنا لو انا عايز ياخد الرينج ده كله اقول له النمبر اوف روز كام 4 والكولومز 2 تقول له شو صم طلع لك رقم بالسالب عايز ازود كولوم هنا زياده عشان يخش معايا ماشي خلينا نحط واحد 2 اشد المجموعه دي كده اهو يبقى انا عايز ايه اقول له لو انا هشتغل نمبر اوف كولومز 3 يبقى انا كده ايه اشتغلت نستد ايه نستد لوب اشتغلت لوب على عدد صفوف وعدد اعمده فاول مره اشتغلنا لوب في اتجاه واحد تاني مره اشتغلنا لوب وجواها لوب تانيه عملت لوب على عدد عملت اتريشن على عدد الصفوف وعملت اتريشن جوه كل صف على عدد الاعمده ده عملت اتريشن على عدد الصفوف كلها وجوه كل صف خدت على عدد الاعمده اللي انا هشتغل عليه في حد عنده مشكله في الكلام ده تمام هي طبعا السيلز الفاضيه هتبقى ايه السيل الفاضيه هيعتبر الفاليو بتاعتها بزيرو تمام عايز اوري الناس حاجه صغيره لو انا عملت سب هعمل سب تيست 4 كده
تيست 4 مثلا. احنا قلنا ممكن نعمل اساين لفاليو في سيل. اعمل ايه؟ اقول ايه؟ اقول ايه لو انا عايز مثلا اغير السيل دي؟ مين يا احمد محمود؟ عايزين اغير مثلا الفاليو في السيل. خلينا نشغل شيت 3. شيت 3 وانا عايز اخليه ده رايت تو ليفت. عايز اغير الفاليو دي، يبقى اعمل ايه؟ سب تيست اهو. سب عايز اغير الفاليو بتاعه شيت 3 سيل 1 و1 دي، يبقى هكتب ازاي؟ شيت 3 دوت سيلز. سيلز كام؟ 1 و1. هتغير ايه؟ الفاليو. يبقى انا هقول له الفاليو فاليو دوت سوري دوت فاليو، هخلي الفاليو تبقى 5. لما نيجي نرن الصب دي هتلاقي هو عمل اساين للفاليو دي بقت 5. عايز اغير الكلر بتاعها، هقول له يبقى شيت 3 دوت سيلز الكلر. مش هنادي على الفاليو بقى سيلز، هقول له سيلز 1 و1. مش هنادي على الفاليو، لا عايز انادي على الكلر. خد العنوان بقى ده العنوان بتاع الكلر اللي انا هكتبه انتيريور. يبقى انا عايز حاجه من جوه السيل دوت كلر. الكلر هنبصيه بالاندكس بتاع الكلر. لو انا عايز لون احمر الاندكس بتاعه خلينا فاكرينه 255. تمام. ليه هنجيب؟ ممكن نجيب في حاجات بيجيبها، في حاجات بيجيبها وفي حاجات ما بيجيبهاش. الفي بي اي غبي شويه. في حاجات هو بص هو يعني هو غبي في حاجات ما بيفهمهاش، في حاجات ما بيفهمهاش. يعني انت لو دوست كده ودوست فاليو مش فاهمها. هقول لك انا في طريقه بعد كده لما نخش نتكلم على الاكسل. احنا لغايه دلوقتي عشان الناس تبقى عارفه ان احنا بنتكلم على فيجوال بيزك، ما اتكلمناش على الاكسل كاكسل. الكود ده لو خدت كوبي وبيست بس، ابعد شيل منه الحاجات بتاعه الشيت 1 وشيت 2. الكود ده لو خدت كوبي وبيست ورميته على الاوتوكاد هيشتغل اوتوكاد. ده كود ملوش اي علاقه بالاكسل ولا الاوتوكاد. انا دلوقتي بكلم السيل. هو في طريقه تانية هقول لك نتكلم بيها السيل، بس هو للاسف هو غبي مش شايف الاوبجكت كامل، مش شايف الاوبجكت بالبروبرتي بتاعته كامل. دي اسمها بروبرتي. الفاليو دي بروبرتي للاكسل للسيل، والكلر ده بروبرتي للسيل. شيت 3 جاب ايه؟ هقول ليه. طيب ماشي، هضطر اقول ليه عشان تبقى الفيديو ده متسجل على النت تبقى الناس شايفه ايه. انا لو كتبت كده شيت 1 جاب لي كل الحاجات اللي موجوده في الشيتات اللي موجوده عندي. شاف شيت 1 شافه كتايب، في تايب لشيت 1 شافه كتايب شيت. التايب شيت فيه كل الحاجات اللي جواه دي اهو، من ضمنها سيلز. السيلز دي لما تيجي تقف عليها كده ما شافهاش كتايبس. عارف انا عايز اوريك تعمل اي متغير انت عندك تعمل كليك يمين وجيب الديفينيشن بتاعه. فالمفترض بروبرتي سيلز دي يشوفها كايه؟ كرينج. فلما تيجي تبص اهو، نرجع تاني للكود. فسيلز دي المفترض يشوفها كرينج. فلما تيجي تفتح قوس كده وتكتب الرو 1 و1 و1 تيجي تقول له الدوت، ما شافهاش لان هو ما شافهاش كرينج في الكود. طب تعمل ايه؟ هقول لك تتحايل عليها ازاي. تيجي تعرف كده اقول dim my range as range. عرفت انا range، وبعد كده عشان اساين للرينج ده as range الطريقه اعمل ايه بقى عشان اساين للرينج؟ هقول له set. لازم تقول له set عشان ده object my
رينج يساوي شيت واحد دوت سيلز. يبقى انا كده ايه عملت متغير التايب بتاعه رينج وحطيت فاليو في المتغير ده ان هو انت الفاريبل ده هو سيلز واحد وواحد. وبعد كده تيجي تقول له ماي رينج دوت هتلاقي الحاجات بتاعت ايه المفترض كانت تطلع في السيل ده. هي حاجة غبية في الإديتور بتاع الفي بي اي هنا مش جايب كل الحاجات بتاعت المتغيرات بتاعته غير لما تكتبها بشكل فهتلاقي هو عشان هو شافه كأوبجكت معرفش التايب بتاعه ايه. طبعا رحت انا قلت له خلي بالك انت التايب بتاعك رينج وبعدين انا رحت مادام عارف ان التايب بتاعه رينج هيفتحت لي الليستة بتاعت الرينج عشان هو ما كانش عارف هو التايب بتاعه ايه هنا فما فتحش الليستة بتاعته. يعني انت لما تيجي تمسك كده اهو مش عارف التايب بتاعه ايه فانا هكتب له يا عم انا عارف ان البروبرتي دي موجوده جواه. اما هنا عشان انا قلت له ان التايب بتاعك رينج افتح لي الليستة بتاعه الرينج فالليسته بتاعت الرينج من ضمنها بروبرتي اسمها فاليو. دي حاجه خلينا نقول دي حاجه هنتكلم عليها ادفانسد قدام شويه ازاي تهرب من المشاكل بتاعت الاديتور دي. هو شايف ان المتغير ده مش عارف التايب بتاعه ايه فما جابلكش البروبرتي بتاعته. فاحنا عارفين المتغير ده التايب بتاعه ان هو رينج فروحت انا منادي على البروبرتي انها الفاليو فهو عارف جاب فتح لي الليسته بتاعت ايه كل الليسته بتاعت المتغير. الناس تنسى برضو كل الكلام ده كلام هنخش فيه قدام شويه بس ده ادفانسد. انا هنا في اتنين بروبرتي مهمين بالنسبه لي دلوقتي. انا عايز اعرف الفاليو فجبت الفاليو. عايز اعرف الانتيريور كولر ادي طريقه الانتيريور كولر عشان اغير عايز الكولر بتاع السيل ادي ده ايه دولت اللي يهمني الناس تعرفها الفاليو والكولر ازاي اغير فاليو اهي غيرت فاليو اخلي الفاليو 105 ايا كان كولر او اجرب الكولرز وبعد كده نتكلم على الكولرز بعد كده ايه بوضوح بشكل اوضح اهو ادي كولر هجرب انا ال 240 ده يدي لي لون ايه شفت ما طلعش عنده كولر 240 نجرب كولر زيرو كده زيرو كولر 10 ما علينا 255 ماشي. اللي انا عايزه من الناس المره الجايه انا عايز سيل عايز في شيت هتكتب لي عدد الروهات وعدد الاعمده ماشي. خلينا نقول ايه هنسيف دي ليكشر 4 دي ليكشر 5 هنسيفها سيف از ليكشر 5 دايما تخلي بالك وانت بتيجي تحفظ هعمل سيف تاني عشان الكود ده راح بعمل سيف از عشان الكود ما يروحش لازم تحفظ الكود معاه ماكرو انيبلد ليكتشر 5 الديسكتوب كده الكود اتحفظ مع الليكتشر مع الفايل الاكسل. عايز الاساينمنت ايه ما دام قفلتش مش هيطير. الاساينمنت اللي هيبقى مطلوب من الناس المره الجايه انا هنا في سيل كده هقول نمبر اوف روز ونمبر اوف كولومز هتكتب هنا عدد الصفوف وعدد الاعمدة وفي زرار هنا هنعمل زرار هنا هتدوس على الزرار ده احنا قلنا له 5 و2 يبقى هيجي لي 5 صفوف وعمودين يلونهم اللي بالاحمر. هو الكود محلول اساسا ما فيهوش حاجه احنا عملنا ارقام لا انا عايز الونهم بالاحمر. اكتب له لو كتبت 6 و10 يبقى ايه هيمسك لي كده 6 صفوف ب10 كولومز
ويلونهم لي بالاحمر. بس احط لي زرار هنا بحيث ان انا ادوس عليه واغير الفاليو يلون لي السيلز. ما فيهوش اي حاجه ايه في شيت 2 ما فيهوش اي حاجه داخل سهل خالص. بس ايه عشان تجرب يعني انت تاخد كود وتغير عليه الكود عندك وتاخده وتغير عليه عادي. اه مفيش مشكله مفيش مشكله ماشي. يعني كان مروان بيقول ممكن نعمل زرار تاني يعمل كلير للكلر. دور بقى انك انت ازاي تشيل لو انت عايز تشيل اللون. شوف بقى جرب بقى ايه جوه الاكسل ازاي تشيل اللون ماشي ماشي. اهو شوف مروان هيعملها ازاي وتاخدها فيديو. ده كده المحاضره بتاعت النهارده. اتكلمنا ايه النهارده؟ احنا اتكلمنا على اللوب بتاعت الفور لوب. احنا ما اتكلمناش على حاجه جديده خالص. احنا اتكلمنا دي اللي قلناها المره اللي فاتت. احنا النهارده اتكلمنا ازاي نطبق اللوب دي. الفور لوب انت لازم تبقى عارف البدايه والنهايه. يبقى انت هتحط اتريتور بالنسبه لك هتعمله اي هتعمله جي هتعمله كي هتعمله ايا كان. ليه بدايه وليه نهايه. والنكست بتزود الستيب بتاعه الاتريتور بتاعك. هتزود الستيب بكام؟ الديفولت بتاع الستيب عندنا واحد. بعد كده هقول لكم ازاي نعمل الستيب باتنين او بتلاته. دي ما فيهاش مشكله دي حاجه صغيره جدا. وعملنا نستد لوب عشان نشوف تطبيق تاني من اللوب. ان انا عندي صفوف وعندي اعمده فانا عشان الف على كل السيلز يبقى لازم اعدي على كل الصفوف. وبعد ما عديت على كل الصفوف هعدي على كل الاعمده جوه الستيب بتاع كل صف. تمام ماشي. وخلينا نزود حاجه كده الاسايمنت. الناس هتشوف الفيديو حاجه صغنطوطه كده. انا ماشي انا عايز هنا حد يجي يكتب لي والله انا عايز النمبر 5 5 يبقى انا عايز الون السلات دي 5 و5. يعني لو كتب لي 2 انا هينور لي ده احمر وده احمر. لو كتب 5 يبقى ايه 5 و5 يبقى الدياجونال بتاع الرينج ده. امسك الدياجونال بتاع الرينج ده 5 و5 هيلون لي كده. ده 5 اهو ده كده 4 و4 كده 5 و5. يعني لما يكتب 5 هينور لي هيلون لي الخمسه. لو كتب 6 هيلون الدياجونال بتاع 6. ده في شيت تالت. تمام ده حاجه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه بسيطه جدا. ممكن يدخل فيها الاف كونديشن او يعمل ايا كان بقى يشوف الدنيا تمشي ازاي. ده الاصيم بتاع المره الجايه. في حد عنده اي حاجه اي استفسار في الكلام ده؟ تمام كده احنا خلصنا. كنترول اف 10